أهلا بكم مشاهدينا. انتهى اجتماع رئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية الذي عقد يوم الأربعاء في القصر الحكومي ببغداد بخمسة مخرجات عرضت أمام ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. الملفت ما في الأمر بأن جميع المخرجات تحاكي طروحات الإطار التنسيقي وحلفائه، لكن المشجع هو أن أجواء الحوار الشامل بدأت تؤثر على المشهد السياسي خصوصا وأنها تنسجم مع المزاج الشعبي. تأتي تلك الحوارات بحل ينهي أزمة البلاد السياسية، فيما يبقى خيار التصعيد وإغلاق البرلمان أمرا مثيرا لحفيظة الشارع والعامل الدولي. أزمات صارت تنخر جسد البلاد والعملية السياسية، إذ يشهد البيت السياسي خلافا غير مسبوق خلال الأعوام الماضية، والمواطن العراقي ما زال ينظر بعين المراقب للأحداث التي صارت تزداد حدة يوما بعد آخر، ومخاوفه من خطر الوصول إلى منحدر النزاعات العميقة حيث تجعل المواطن كبش فداء لهذه الصراعات. فبعد المساعي الكثيرة من قبل الإطار الشيعي بعقد جلسات حوار بين الفرقاء السياسيين، انبثقت جذوة أمل لدى الشارع بهذه التحركات التي عمل عليها الإطار يحث خطاه لتنفيذ مطالب المواطنين، التي تلخصت بتشكيل حكومة تنقذ البلاد من مأزقه. فتوجهت أمال العراقيين نحو تشكيل حكومة وطنية توحد الآراء بين الكتل المشاركة وتبعد البلد من الخطر، إذ بات من الضروريات الملحة التوجه إلى تشكيل الحكومة المرتقبة وعبور التحديات الصعبة، فأصبح انتظار استكمال ما تبقى من الرئاسات لتشكيل الحكومة يتصدر قائمة الأولويات بمطالب الشارع، فلا شيء يشغل حديث المواطنين سوى العبور من هذه المرحلة، وإجماع شعبي بطلب إكمالها لتوفير الخدمات والموازنة التي بدأت تشغل أفكار المواطن بعدم تأمين رواتبهم. فلا خيار يشترك مع تشكيل الحكومة المقترح ولو لسنة واحدة كما تطرح الآراء حول ذلك، كونه المنفذ الوحيد لخلاص البلد من المشكلات التي عصفت به جراء التمسك بالآراء من قبل بعض الأطراف. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الساعة والتي نتحاور فيها مع أستاذ مؤيد العلي عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي. أستاذ مؤيد مرحبا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا. أيضا مشاهدينا من المؤمن لربما سينضم إلينا عبر سكايب من ساحة الاعتصام السيد سعد الزبيتي الكاتب والمحلل السياسي. إلى أن يؤمن الاتصال بسيد سعد، أبدأ مع سيد مؤيد. حتى هذه اللحظة يعني تقييمات مخرجات مؤتمر اللي حصل يوم أمس الاجتماع الموسع لقوى الدولة مع بحضور السيد رئيس الوزراء، ما ماكو أي تقييمات حتى هذه اللحظة، فقط ما سمعنا من رفض يعني عبر تغريدات للإطار التيار بأنه رفضت كل هذه المخرجات، وأصلا ربما رفض الاجتماع يعني ولم تحدث بأن الاجتماع لم يأتي بجديد. إذا ما أردنا أن نقيم بموضوعية هذا الاجتماع كيف تقيمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم أستاذ زينب وإلى ضيفكم العزيز وإلى أكاد مشاهدي قناة الأيام. بلا شك أنه اليوم البلد يمر بأزمة كبيرة جدا، وبالتالي نحتاج إلى كل الجهود وكل الدعوات سواء كانت حكومية أو غير حكومية من أجل رأب الصدى وبالتالي تقريب وجهات النظر. هذه الدعوة التي حضرت يعني تحققت بوجود أغلب أطياف الطيف السياسي الموجود في العراق، وبالتالي حققت يعني إنجازات مهمة جدا بصراحة. أولا أعطت رسالة واضحة لأبناء الشعب العراقي أنه اليوم هناك إجماع وطني على التداول السلمي للسلطة وعدم انزلاق البلد إلى منزلقات خطيرة، وبالتالي رفض كل الدعوات التي تدعي إلى الفوضى والاختتال الداخلي. هذه نقطة مهمة جدا، وبالتالي أيضا الاحتكام إلى الدستور والآليات الدستورية والقانونية فيما يتعلق بحل البرلمان أو الاستحقاقات الدستورية الأخرى. هذه نقطتين مهمتين جدا، واعتقد انه ايضا كانت هناك نقطه مهمه وهي انه رغم عدم وجود التيار الصدري بهذه يعني بهذه الدعوه، لكن انه ما زالت يعني الدعوات والحوار للحوار مع التيار الصدري مفتوحه، وبالتالي تشكيل كانما لجان او رسائل توصل الى السيد مقتدى شخصيا من اجل الحضور في هذه الطاوله الوطنيه. التيار الصدري هو ليش غاب التيار الصدري في هذه الجلسه؟ نعم، اسباب غياب التيار الصدري في هذه الجلسة. يعني اعتقد انه اليوم التيار الصدري ما يميزه بهذه الفتره،
رغم ان هناك المطالب قد تشترك يعني مع مطالب شعبيه يتفق مع اهل الاطار او لا يتفق، خصوصا ما يتعلق باصلاح العمليه السياسيه، محاربه الفساد، لكن المشكله في التوقيت. التيار الصدري يعني نوعا ما هناك عناد سياسي تزمت بالراي انه يريد حل البرلمان وبعد ذلك تجرى انتخابات مبكره. الاطار التنسيقي هذا شخص غير بالحوار، اذا التيار حتى اللحظه يظهر وكانه رافض لاي حوار. انا اعتقد انه بعد يعني جلسه يوم امس او اجتماع يوم امس، يعني هذا الاجتماع الحكومي ولا ننسى البعد الدولي بحضور بلاسخارت رغم كل المؤشرات والاداء السلبي بالفتره السابقه، لكن اليوم هناك اراده دوليه واراده من الامم المتحده على التداول السلمي للسلطه في هذه الاراده الدوليه لو كانت حاضره، وان كانت هي حاضره فقط يتحدثون بان السيده بلاسخارت لم يعني تتفوه بكلمه، لكن مراقبه. هذا الحضور الدولي هو عامل ضغط على اي جهه؟ على التيار الصدري. اليوم التيار الصدري هذا العامل الدولي والعامل الاقليمي والعامل الداخلي والعامل الشعبي الذي ايضا اليوم تظاهر بتظاهرات مضاده لوجود يعني انصار التيار الصدري في داخل المنطقه الخضراء وتعطيل السلطه البرلمانيه والتشريعيه، انه ضغط على التيار الصدري. اليوم ان تريد هذه طاوله الحوار الوطني موجوده، طالما كان السيد الصدر يعني مقتدى الصدر يدعو الى تشكيل حكومه وطنيه، الى يعني ان تكون هناك استحقاقات وفق الرؤيه الوطنيه، فبالتالي اليوم كل الشركاء في الوطن موجودين. الاجتماع يعني سالتيني على كيف تقيم الاجتماع، انا اعتقد ان الاجتماع يوم امس يعني اطلق رصاصه الرحمه، كنا دائما حتى على منبر الايام قلنا ان التحالف الثلاثي بدا فاشلا لان هناك لا توجد رؤيه حقيقيه، حضور الاطراف السنيه والكرديه التي كانت تتحالف مع التيار الصدري في اجتماع السيد الكاظمي مع باقي الكتل السياسيه يعني ينهي ما يسمى بالتحالف الثلاثي، لم تعد هذه يعني فكره التحالف الثلاثي موجوده، وبالتالي فشل المشروع السابق، بالتالي اعتقد انه اليوم التيار الصدري في زاويه ضيقه جدا، كل شركاء الوطن، لانه اليوم اي نظام ديمقراطي واي نظام سياسي يتكون من شركاء من اصدقاء من فرقاء، فبالتالي لا سبيل الا الحوار والحوار الهادئ والموضوعي بعد اكمال الاستحقاقات الدستوريه، وهذه الاستحقاقات الدستوريه تاتي من خلال انتخاب رئيس جمهوريه، تكليف مرشح للكتله الاكبر التي يمثلها اليوم الاطار التنسيقي، قد يكون هناك تفاهمات حوارات توافقات مع الكتله الصدريه او التيار الصدري، هذا الامر يعني لا باس به، وبالتالي بعد ذلك تكون الاجواء هادئه امنيا سياسيا، عدم وجود احتقان شعبي، وبالتالي تكون الاجواء هادئه للتفكير في حل البرلمان او اصلاح العمليه السياسيه او حتى تغيير في مفردات الدستور، لكن ان ناتي بدون سند دستوري وبدون سند قانوني وفي هذه الفتره ونحل البرلمان، اعتقد سوف نقع في اخطاء كارثيه كبيره جدا لا يدفع ثمنها فقط الكتل السياسيه، انما حتى ابناء الشعب العراقي وتحديدا الاستحقاق السياسي لابناء المكون الاكبر. تمام، المخرجات جلسه يوم الاربعاء الى اي مدى هي احرجت التيار؟ لانه مخرجات مقبوله يعني وفق الاصداء مقبوله للجميع القوى السياسيه، اذا ما تحدثنا عن الكرد عن السنه، ام هي ازعجت التيار لانها لم تاتي وفق يعني تطلعاته؟ استاذ زينب، بصوره عامه اي شخص كتله سياسيه او زعيم سياسي او اي انسان يمارس العمليه السياسيه يجب ان يؤمن انه العمليه السياسيه هي عمليه مرنه، يعني التزمت بالاراء لا يخدم العمليه السياسيه، وبالتالي يؤثر محاولات فرض ارادات معينه، الاستهانه بالدستور، الاستهانه بالسلطه القضائيه امر مهم جدا، ولا ننسى ان السلطه القضائيه كانت حاضره، وبالتالي انا اعتقد انه ايضا هناك رساله انه اليوم القضاء من يعني منذ اجتماع يوم امس وصاعدا سوف يكون له كلمه الفصل، وحتى عندما اعطى القضاء مده نهايه هذا الشهر لكي يعني يبين مدى دستوريه او عدم دستوريه حل مجلس النواب، اعطى كانما مهله للكتل السياسيه ان تتفاوض فيما بينها وان تحل المشكله، والا سوف يكون له موقع اخر. التيار الصدري يعني هذه المبادره يعني كما كان تفضل في التحديث خمس نقاط هي لا تختلف تماما عن ما يريده التيار الصدري. المشكله انه يعني متفقون في الجوهر انتخابات مبكره وقد تكون حكومه انتقاليه، لكن كيفيه الاليه؟ التيار الصدري كما قلت في بدايه الحديث يريدها مباشره حل مجلس النواب الحالي وبالتالي نشرع بانتخابات، طبعا الانتخابات تحتاج الى مفوضيه وقانون مفوضية، إذا كان نفس القانون السابق فهذا يخالف قرار المحكمة الاتحادية التي صادقت على النتائج التي رحبت بها الكتلة الصدرية والسيد مقتدى الصدر وقالت يجب أن تكون هناك تغيير في قانون الانتخابات، وبالتالي عدم الاعتماد على العدوى الفرز الإلكتروني وأن تكون آلية عدوى فرز يدوي، هذه تحتاج إلى أشهر تأهيل تعديل قوانين شراء أجهزة موظفين، فبالتالي ندخل في نفق مظلم سياسي يعني ليس فقط الخاسر اعداء التيار انما حتى التيار الصدري يعني سوف يعني يواجه مشاكل حقيقيه، فبالتالي الجلوس الى طاوله الحوار هو امر مهم جدا. النقاط الخمسه هي يعني لا تختلف
جذريا عما يريد التيار الصدري، انما على العكس تماما، حتى البعض انتقدها قال كانما هذه النقاط الخمسه ومخرجات هي تجامل التيار الصدري لانها كما يريد التيار الصدري. التغريده اللي طلعت مباشره ما كانت مرضيه يعني التغريده لما تحدث قال كل هذه النقاط لا تهمنا بشيء. يعني هذه مشكله انه بصراحه لا العمليه السياسيه تغير ولا يتم فيها اصلاح ولا يحارب الفساد ولا تبنى عمليه سياسيه جديده من خلال التغريدات، يجب ان تكون هناك تفاوضات وحوارات مباشره بين الاطراف، بين الاطار التنسيقي من جهه وبين السيد مقتدى الصدر شخصيا من جهه، يعني ما اعرف انه ما يسمى بوزير قائد، هل هو يمثل كل ما يقوله هو يمثل يعني السيد مقتدى الصدر او الكتله الصدريه؟ هذا امر فيه نقاش كبير حتى جدا. حتى تحركات الاطار يعني تجي مباشرة بعد تغريدات، يعني التغريدات مؤثرة، يعني هسه الإطار التنسيقي وبقية القوى أي تغريدة تنزل يعني وين تغريدات من سماحة السيد مقتدى الصدر تحركات الإطار وتبدو عقلانية يعني، لكن هي يعني تأتي وفق ما يتم إعلانه إعلاما يعني كردة فعل عن هذه التغريدات فعلا. التيار يعني إطار التنسيقي اليوم بصراحة هو ثابت منذ اعتراضه على نتائج الانتخابات وقبل على مضض، لكن كنا ما قلنا انه هذه العمليه السياسيه وهذه ممارسه العمليه السياسيه ان تكون هناك مرونه والخضوع الى الدستور والقوانين، يعني سلموا لامر قرار المحكمه الاتحاديه، لكن كانت هناك ما يسمى بالتحالف الثلاثي الذي حاول ان يشتت جزء كبير من الوضع السياسي المكون الاكبر هو الاطار التنسيقي، فبالتالي ايضا اراد ان يحافظ على وحده البيت السياسي الشيعي، فكانت خطواته هي رده فعل لخطوات الاخرين، اليوم يعني كانت هناك تظاهرات في المنطقه الخضراء تطالب بحل البرلمان، تعتدي على السلطه القضائيه، كانت هناك خطوات يعني مقابله لكن يعني ضمن ما يحفظ السلم الاهلي بتظاهرات نوعا ما جيده على اسوار الخضراء، وبالتالي ارسال رساله للاخر ان ايضا لدي جمهور وهذا الجمهور يطالب، وبالتالي سواء كانت الكتله الصدريه او الاطار التنسيق او غير اي كتله سياسيه لها جمهور، وبالتالي هذه الجماهير واعية اليوم وتطالب بالحفاظ أولا على الاستحقاق السياسي للمكون الأكبر والتداول السلمي للسلطة، أي انحياز أو أي ذهاب إلى تغيير النظام أو حل البرلمان دون الأطر الدستورية والقانونية سوف يدخل البلد ليس في فقط يعني في نفق منظم، إنما نكون في متاهات دستورية وحقيقية، وأعتقد أنه اليوم الوضع الإقليمي والعالمي كان سابقا يدفع باتجاه الفوضى، لكن اليوم معظم الدول قد نستعرض في بعض الدول الطائفيه واسرائيل انها تريد ان تحافظ على انها قوم وبالتالي تحتاج الى فوضى في العراق، انها لا تدفع بهذا الاتجاه، اليوم العراق يعتبر من اهم مصادر الطاقه في منطقه الشرق الاوسط، والدول الاوروبيه تحتاج الى مصادر الطاقه ليس فقط الدول الاوروبيه انما حتى الولايات المتحده الامريكيه بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه، فبالتالي ليس من صالحهم ان يدخل العراق في فوضى، قد يقول البعض ان هذه الفوضى تساعد على تهريب النفط، لكن لا، هذه الدول تتعامل باليات معينه، نحتاج الى انه بصراحه الكتله الصدريه نوعا ما العناد السياسي، التزمت بالرأي لا يفيد ولا يخدم أحد، خصوصا إن كان من يجيد اللعبة السياسية يدرك أن كل الشركاء وكل الأصدقاء وكل الخصوم اجتمعوا بجهة معينة وبالتالي ولهم سند شعبي ويحتكمون إلى الدستور والقانون، فبالتالي أي عملية إصلاح أو محاربة فساد غير الدستور والقانون يعني لا تكون لا مقبولة شعبيا ولا سياسيا ولا إقليميا ولا دوليا. طب بالحديث عن الإرادة الدولية سيد مؤيد، إذا ردنا نترجم الإرادة الدولية وحضور السيد بلاسخارت في الاجتماع الأخير، يعني على الأقل الإطار هكذا يتحدث يعني وهو معروف بإعلام، هذا ما بجبنا شيء جديد، الموقف الأمومي في العراق موقف سلبي ويتحدثون حتى انتقدوهم، قالوا لهم أنتم دائما تنتقدون السيدة بلاسخارت ليش قعدتوا وياها بهذا الاجتماع؟ إذا ردنا نترجم حقيقة موقف الدولي أو الأممي في الأحداث الأخيرة في العراق كيف نترجمها؟ هي مع الشرعية أم أنها موجودة فقط لبقاء الشرعية باعتبار داعمة للحكومة الحالية السيد الكاظمي؟ شنو الموقف الدولي من ما يجري في العراق؟ سابقا كنا ننتقد يعني دور الأمم المتحدة وتحديدا بلاسخارت لكأنها كانت جاءت بمهمة واضحة جدا وهي تغيير النظام السياسي في العراق. تظاهرات تشرين كانت بدعاية الأمم المتحدة وبلاسخارت كانت موجودة أيضا في ساحات التظاهرات وتعاملت بازدواجية مع تظاهرات تشرين ومع التظاهرات الأخرى، وكانت تتناسى مناطق الوسط والجنوب وتذهب إلى مناطق معينة من أجل إثارة حساسية ما وبالتالي إثارة الرأي العام، وأيضا كما تفضلتم إسناد حكومة السيد الكاظمي التي هي أتت بمباركة دولية وأيضا بعض الأطراف الداخلية. في هذه الفترة القناعات الدولية أعتقد أنها وصلت إلى مرحلة مهمة جدا، أولا العراق فيه صمامات أمان كثيرة جدا على رأسها المرجعية الدينية، الحشد الشعبي، فصائل المقاومة، هذه الأمور أيضا لا ننسى السواد الأعظم لأبناء الوسط والجنوب، هذه لا تقبل بشكل مطلق بتغيير النظام السياسي وعودة العراق إلى المربع الأول، حتى أن كانت رئاسة الوزراء إلى شخصية محسوبة على الشيعة لكنها تعيد العراق إلى الدكتاتورية الأولى، وهذا ما انتبهت عليه المرجعية في عام 2019 يعني في قمة
مظاهرات تشرين، وحذرت أن هناك محاولات لإعادة العراق إلى المربع الأول، مربع الدكتاتورية المقيتة ولو بصور أخرى. هذا نصت مقال فيه المرجعية. اليوم هذا أيضا نقطة مهمة جدا، إضافة إلى صمامات الأمان، ثبات الكتل السياسية الشيعية، الإطار التنسيق وبعض الكتل السياسية المتحالفة له في الميدان السياسي، وإفشال مشروع التحالف الثلاثي أو ما يعني التحالف الثلاثي الذي كان يريد أن يشكل حكومة يسميها حكومة وطنية لكنها تبنى على الإقصاء. فبالتالي العامل الدولي والفاعل الدولي أدرك أن العراق لا يمكن أن يتغير نظام الحكم أو النظام السياسي بهذه السهولة. هناك جهات حاضرة في الميدان، حتى الشعب العراقي وهو العامل الثالث المهم، الشعب العراقي الذي خرج بتظاهرات اعتراضا على نتائج الانتخابات، بتظاهرات سلمية حضارية على أبواب المنطقة الخضراء، وأيضا هذه التظاهرات التي موجودة هي حاليا تبين تعطي الدافع الدولي أن العراق يعني ليس من لغمة سهلة، ليس من السهولة تغيير النظام السياسي فيه دون أن يكون هناك ثمن لكل الفاعلين يعني العملاء الداخليين أو الخارجيين. والنقطة المهمة جدا، اليوم موازين القوى في العالم تغيرت، العراق في قلب الشرق الأوسط، اليوم موازين القوى يعني أمريكا التي كانت ترعى كل هذه المشاريع وأيضا هي تسيطر على الأمم المتحدة وغيرها بشكل مباشر أو غير مباشر، يعني وضعها اليوم منكفئ إلى الداخل، حتى إسرائيل تنتقد مواقف أمريكا في المنطقة، تريد أن تذهب باتجاه العقد الاستراتيجي روسيا والصين، وهي فشلت في أول محاولة يعني زعزعة السيطرة الروسية في المنطقة من خلال دفع أوكرانيا، من خلال يكون هناك صدام محتدم بينهم، هي لحد الآن فشلت، وبالتالي روسيا استفادت، وأيضا هناك محاولات بين تايوان والصين، كل هذه الأمور تضعف الفاعل الدولي، وذلك كما قلت أيضا الحاجة إلى الطاقة مهم جدا. أيضا نقطة مهمة جدا، اليوم الأمم المتحدة هي تنادي بحقوق الإنسان وصيانة الحريات والدفاع عن الديمقراطيات، بأي وجه وبأي حق تكون لها موقف في هذه الفترة مع الأخذ بنظر الاعتبار العوامل التي ذكرناها أن تأتي وأن تطالب بالفوضى أو أن تكون حكومة أو حل البرلمان دون الاستناد إلى الأسس الدستورية والقانونية؟ قد تكون رغبة بلاسخارت غير ما تقوم به حاليا ولو هي صامتة، قد تكون رغبة الأمم المتحدة غير ما تريده الأجندات اليهودية تحت حكم الأمم المتحدة، لكن هناك أمر واضح جدا من يدعي أنه أمم متحدة ومجلس أمين ويحفظ حق الشعوب وبالتالي يحافظ على الديمقراطيات ليس أمامه إلى الاحتكام إلى الأطر الدستورية. ما معناه أنه العامل الدولي أو اللاعب الدولي اليوم الأمم المتحدة الإرادة الدولية هي مع الشرعية في العراق باعتبار اليوم الإطار لما تحدث عن يعني خيارات السيد الصدر قال له أنت بخياراتك هذه تعبر الشرعية والدستور. طيب هنا كيف تحافظ اليوم الأمم المتحدة أو الإرادة الدولية على الشرعية في العراق؟ أي نقطة من النقاط فقط يعني تلعب عليها العامل الدولي؟ فقط بقاء السيد الكاظمي؟ تعترف بهذه الشرعية فقط؟ لا تعترف بشرعية الذهاب إلى تشكيل حكومة يعني مثل مبني على نتائج الانتخابات الأخيرة؟ شنو العامل الدولي؟ طبعا هناك جهات عديده داخليه وخارجيه ودوليه تريد بقاء السيد الكاظمي، اكثر المستفيدين من هذه الفوضى هو السيد الكاظمي، حتى البعض يقول لو كان مستفيد من هذه الفوضى لماذا عقد اجتماع؟ لان الامور وصلت الى مرحله خطيره وهناك جهات داخليه بشكل مباشر او غير مباشر حملته مسؤوليه ما يحدث في البلد، ولا ننسى الضغط الشعبي بتظاهرات الخضراء التي ارادت ان تعبر اسوار الخضراء وكان هدفها السيد الكاظمي ورئاسه الحكومه، كما ان جهات معينه دخلت الى مجلس النواب كانت تظاهرات تريد ان تدخل الى مجلس الوزراء لانها ترى ومن حقها ان السيد الكاظمي هو من يتحمل المسؤوليه، وفعلا يعني معظم 99% من المشكله السياسيه الحاليه هي سبب وجود السيد الكاظمي، فهو يبحث عن ولايه ثانيه ويبحث عن موطئ قدم اخر، لكن من الانتحار السياسي للاطار التنسيقي ان يجدد الكاظمي حتى لو كان 6 أشهر، السيد الكاظمي يعني يحاول ان يعني استغلال اموال الشعب العراقي بشكل واضح هو ومن معه المقربين، لا ننسى يعني استقاله وزير الماليه، فضيحه ال 600 مليار دولار، يعني شركه بوابه عشتار وغيرها وغيرها، يعني مجرد يعني المعلومات التي قدمها وزير الماليه عن استقالته وانه جهات تتدخل وتحكم بشكل قبلي مفاصل الدوله مهمه، هذا امر يستدعي الى استجواب السيد الكاظمي هو وزراءه، لكن ماذا نفعل؟ يعني جزء من الشعب العراقي معطل اليوم السلطه التشريعيه والبرلمانيه، انا اعتقد العامل الدولي بالتالي يعني يجب ان تفرض الكتل السياسيه على العامل الدولي، لا تجديد للسيد الكاظمي، لا بقاء للسيد الكاظمي لان اليوم جمهور كبير ويرفض وجوده. اعتقد حتى الكتل السياسيه لا شلون فسر جلوس القوى الاطار يوم امس باجتماع مع السيد الكاظمي؟ يعني شنو جلوسهم مع السيد الكاظمي اذا هم رافضين اساسا؟ هل هو يمثل السيد الصدر؟ وهي ما هي مؤشرات لدى الإطار بأن الكاظمي هو يمثل السيد الصدر؟ يعني العلاقة جيدة جدا بين التيار الصدري وبين الكاظمي، فبالتالي أكيد سوف يكون هو
جزء، بس لم نشهد انهم يعني سيد مقتدى الصدري وتيار الصدري يعني قالوا او خولوا السيد الكاظمي ان يكون ممثلين لهم، لكن يقينا سوف ينقل يعني نقل ما يريدون. اما الاطار التنسيق مجرد جلوسه، وبالتالي هو حكومه تصريف اعمال، قد تكون حكومه مقيده الصلاحيات، لكنها اجتماع مهم جدا. نحن ننتقد السيد الكاظمي، لكن هذا الاجتماع جاء بظروف حساسه، حتى السيد الكاظمي يحاول ان يخرج من عنق الزجاجه بعد كما قلنا التظاهرات وغيرها والانتقادات اللاذعة له بشكل كبير جدا، بشكل مباشر او غير مباشر، حتى يعني ما تحت البساط كانت هناك يعني توبيخ واضح من قبل بعض الجهات السياسيه وشخصيات مهمه للسيد الكاظمي. فبالتالي جلوس الاطار التنسيقي لا يعني انه بقبول السيد الكاظمي ان يكون في المرحله المقبله. البعض يطرح هذا الامر، يعني قد يكون حل من التيار الصدري، التيار الصدري حتى يعني يوم امس وقبلها بعض المقربين من المكتب السياسي طرحوا اسم اسعد العيداني، لذلك انا اعتقد انه يعني اجتماع يوم امس بصراحه يعني هناك نوع ما من الحلحله، سوف تشكل لجان للقاء المباشر. واعتقد انه السيد هادي العمري باعتباره اليوم الشخصيه الوحيده في الاطار التنسيقي يعني محافظه على علاقتها نوعا ما جيده مع التيار الصدري بشكل عام ومع السيد مقتدى الصدر بشكل خاص، لذلك نتمنى ان تكون لقاءات مباشره، لانه عمليه تبقى التغريدات، وزير القائد يغرد، التيار الصدري يغرد، هناك للاسف شخصيات حتى في داخل التيار الصدري وبعض المحسوبين في التحليل السياسي والاعلامي على التيار الصدري او جهات اخرى تريد الايقاع يعني بين المكون الشيعي، للاسف يعني تصريحاتها اصبحت لا تطاق. واعتقد انه حتى الحزب الديمقراطي الكردستاني او يعني يوم امس اوقف يعني عماد باجلان عن التصريح، لانه كانت هناك تصريحات تعريضيه واضحه جدا، يعني عمليات يعني صب الزيت على النار، هذا لا يخدم بشيء. واعتقد ان النقطه الخامسه من الاجتماع يعني يوم امس كانت مهمه جدا، التوتر الاعلامي والسياسي والتصريحات يجب ان تخفف، لانه اليوم يعني كل من يخرج ويخاطب الراي العام هناك ناس تتاثر، هناك قد تحدث فتنه لا سمح الله، فبالتالي يجب تخفيف هذه الامور. اعتقد انه العامل الدولي اليوم يعني مع الشرعيه، وهذه الشرعيه تبقى نقطه قوه للاطار التنسيقي ان يمضي بالتفاوض مع الكتله الصدريه وفق الاطر التشريعيه والقانونيه والدستوريه، ان يحل البرلمان في هذه الفتره، بالتالي اعتقد حتى الامم المتحده لا تقبل بذلك، لانها سوف تفضح باي شيء يعني بشكل واضح كيف تدافع عن الشرعيه والعمليه السياسيه وتحل البرلمان دون مسوق قانوني وشرعي. وننتظر قرار المحكمه الاتحاديه، انا اتوقع ان يكون قرار المحكمه الاتحاديه قرار قاسي، ليس فقط على دعوه حل البرلمان انما حتى على الكتل السياسيه وعلى مجلس النواب وعلى السيد الحلبوسي الذي عطل الجانب التشريعي بشكل كبير جدا، كان المفروض ان يدعو في اي مكان اخر، يعني قاعات ما شاء الله كثيره الحكوميه في بغداد، جامعات موجوده، محافظات موجوده، اربيل وتوك سليمانيه مستقره نوعا ما، البصره، النجف، كربلاء، كل هذه المحافظات يعني قاعه صغيره تشيل مجلس النواب، وبالتالي المضي بالتشريعات الدستوريه، لكن للاسف هناك من ينأى بنفسه ويريد ان يصور المساله خلاف شيعي شيعي، وهذا امر خطير جدا، الكل يعني خاسر ان ذهبت الامور نحو الفوضى. مساله بقاء حكومه الكاظمي يعني لحين ترتيب الوضع يعني ما تبقى مساله يعني حل البرلمان وتعديل قانون الانتخابات وغيرها من النقاط، بقاء حكومه الكاظمي هي تنبؤات من الاطار ام هي احدى خيارات السيد الصدر؟ ومتى طرح السيد الصدر هذا الخيار؟ يعني التيار الصدري لا يحتاج الى ان يصرح بدفاع عن السيد الكاظمي او بقائه بالسيد الكاظمي، انا اعتقد ان التيار الصدري ينظر الى السيد الكاظمي كخيار استراتيجي له، وهو هم والاكراد، لذلك كانوا متفقين في التحالف الثلاثه على بقاء السيد الكاظمي بشكل او اخر. مساله حل البرلمان من الناحيه الدستوريه يعني لا يمكن حل البرلمان الا من خلال يعني طلب ثلثي اعضاء مجلس النواب وبالتالي التصويت بالاغلبيه المطلقه، او طلب من رئيس حكومه موافقه رئيس جمهوريه. طلب رئيس حكومه هنا المشكله، قال طلب رئيس حكومه لحكومه كامليه الصلاحيات وليست حكومه يعني مقيده الصلاحيات وحكومه تصريف اعمال. ليس من حق السيد الكاظمي ان يقدم طلب الى رئيس الجمهوريه برهم صالح لانه لحل البرلمان، لو كان هذا الامر فيه جنبه قانونيه وبه منفذ قانوني لاعتقد انه بدفع من هذه الكتل السياسيه اليوم انه السيد كاظمي قدم هذا الطلب منذ اشهر، فبالتالي ان يحل البرلمان يعني ما بني على باطل فهو باطل، فبالتالي اي شيء يبنى على هذا الامر سوف يكون يدخلنا في يعني ازمه قانونيه وازمه دستوريه حقيقيه جدا، اضافه الى الاحتقان الشعبي، لذلك بصراحه اليوم الكره في ملعب المحكمه الاتحاديه، يعني هيبه القضاء ووجود القضاء ونزاهه القضاء نعول عليها كثيرا في نهايه هذا الشهر لكي تحسم الامر، ولكن انا اتوقع انه في ظل ظروف اجتماع يوم امس وانزواء التيار الصدري او حصره بزاويه ضيقه، انه اليوم كل الكتل التي كان يتحالف معها اليوم هي
باتجاه الاجماع الوطني والحفاظ على الشرعيه وهيبه الدوله وفق الاطر السلميه والدستوريه. فبالتالي اتوقع يعني ان تكون هناك تفاوضات جاده، وبالتالي تقديم تنازلات من كل الاطراف، لكن تحت يعني سقف القانون وتحت سقف السياده وحفظ استحقاق المكون الاكبر والحفاظ على استحقاق الشيعي السياسي لشيعه العراق. طيب كل النقاط اللي ذكرتها حضرتك ذكرتها وحتى اللي تطرح بالاعلام من قبل الاطار وحتى من بقيه القوى السياسيه هي نقاط دستوريه ومنطقيه فيما يخص يعني تعديل المسار السياسي. يعني اتهام الاطار التيار بانه يعبر على الشرعيه وخطوات الاطار واصراره على هذا على موضوع عبور الشرعيه واضحه جدا، هذا ايش قد ياثر على شعبيه التيار؟ حتى الشارع بدا واضح الامور عنده يعني واضحه تماما بان هناك عبور على الشرعيه وهناك جهه تطالب بتغيير المسار السياسي لكن بطريقه دستوريه ومنطقيه. طبعا نبي نثبت نقطه، التظاهر حق لكل ابناء الشعب العراقي، راينا تظاهرات التيار الصدري في بدء الامر كانت هناك بزخم كبير جدا، بعد ذلك انحصرت نوعا ما ثم انحصرت اصبحت فقط المتحزبين مع التيار الصدري. وهذا دليل واضح على تراجع. اليوم يعني المتواجدون في الخضراء هم اكثريه رغم النداءات، بل حتى انه كانت هناك تغريدات تطالب يعني انصار الاطار التنسيقي وابناء الشعب للالتحاق ب يعني اخوتهم المتظاهرين في داخل مجلس النواب. هذا دليل واضح على انه اليوم حتى تغريد للسيد مقتدى الصدر قال ان التيار الصدري هو جزء من الشعب لا يمثل كل الشعب، فبالتالي ليس من المعقول ان يتحكم جزء من الشعب بكل ابناء الشعب العراقي. ايضا هناك تظاهرات معينه موجوده على اسواق خضراء تمثل الاطار التنسيقي، تمثل عامه الناس، هناك تعاطف معها لانها اليوم بصراحه الناس تدرك تماما يعني المآسي التي مرت على الشعب العراقي منذ يعني سياسات المتهور لصدام حسين والانفال وحلبجه وعمليات الاعدام والانتفاضه الشعبانيه، بعد ذلك الحصار ويعني التجويع الذي مر بالشعب العراقي، وبعد ذلك الاحتلال الامريكي وقاعده وداعش. الشعب العراقي بصراحه يعني مل كل هذه الامور، يريد ان يحتكم الى الدستور والقانون، العمليات يعني القرارات السياسيه الانفعاليه التي لا تستند الى اساس قانوني ودستوري، يعني لا تخدم ابناء الشعب العراقي ولا تخدم حتى الكتل التي تدعو لها. فبالتالي يعني على التيار ان يحدد بالضبط ما يريد وفق الاطر الدستوريه والقانونيه، ان فكر بهذا الاتجاه فاعتقد المساله محلوله، لانه اليوم الكل اجتماع يوم امس الجميع يشخص ان هناك خلل يجب ان يعالج لكن وفق اطر دستوريه وقانونيه، ان يبقى التيار بهذا العناد السياسي هذا لا يخدم مصلحه العراق بصوره عامه، لا يخدم مصلحه المكون الاكبر، لا يعني لا يخدم حتى جمهور التيار الصدري الذي هو جله ومعظمه من المناطق الفقيره التي لا تتوفر فيها الخدمات، لا تتوفر فيها الكهرباء، ولا ايضا لا تتوفر فيها فرص عمل لكل ابناء التيار الصدري، لذلك اليوم يعني لملمه بيت السياسه الشيعي هي مسؤوليه كبيره جدا على عاتق الاطار التنسيقي من جهه والكتله الصدريه، والكتله الصدريه تتحمل اكثر لان اليوم الاطار التنسيقي اكو جهه ممكن يعني ترفع شعار لملمه البيت الشيعي؟ من الجهه؟ مرجعيه او من هي الجهه التي يعني ممكن تحقق هذا الموضوع؟ انا اعتقد هناك عندك جهات قد تتحرك بشكل معلن او غير معلن، لماذا يعني قد يقول بعض لماذا تتحرك بشكل غير معلن؟ لان اليوم للاسف القنوات المعاديه يعني تختنص اي تحرك واي فرصه لاي جهه او شخصيه او دوله تريد ان تتحرك، وبالتالي راسا تسوي تغطيات مباشره وبرامج وتحاول ان تسقط او تقلل من هذه يعني هذه الحراكات. انا اعتقد انه المرجعيه يقينا 100% داخله على خط الازمه بشكل مباشر او غير مباشر، يقينا ان هناك تحركات على السيد مقتدى الصدر منذ بدء الازمه، ايضا لا ننسى انه السند الاقليمي الجمهوريه الاسلاميه، لا ننسى انه بعض الدول يعني العربيه الخليجيه المجاوره لان استقرار العراق يعني استقرار باقي الدول، اي فوضى في العراق تؤثر، انا اعتقد حتى انه اليوم يعني زياره سماحه السيد عمار الحكيم الى السعوديه قد تكون بشكل او اخر هي لها علاقه بمستقبل العمليه السياسيه في العراق وكيف يتعامل العراق مستقبلا مع السعوديه في ظل التراجع السعودي والتحالف مع الجانب الامريكي ومحاوله التقرب الى العراق والجمهوريه الاسلاميه بعد خذلان جو بايدن للاداره السعوديه وتحديدا محمد بن سلمان، فبالتالي كل هذه الملفات هي على طاوله يعني الحوار وكل الجهات ممكن ان تتدخل لان الفوضى في العراق لا تخص الشيعه فقط انما تخص كل اطراف الشعب العراقي وبالتالي ايضا تؤثر على باقي الدول التي حتى تركيا اليوم رغم انها تدخل في شمال العراق لكن لها تعامل تجاري كبير جدا، اي فوضى اي خلل في الميزان التجاري يؤثر عليها وعلى وارداتها. تمام. دعنا نتحول عبر الهاتف سيد سعد الزبيدي الكاتب والمحلل السياسي اللي انضم لنا هذه المره عبر الهاتف من ساحه الاعتصام، ورحب بك استاذ سعد اذا كنت تسمعني. يعني كيف تتلقى الجماهير يعني مساله الاجتماع الاخير اللي حصل في للقوى السياسيه بحضور السيد الكاظمي وغياب يعني طرف مهم
هو التيار، ردود فعل الجماهير، وكيف تقرؤون يعني أهمية هذه الحوارات واللقاءات إذا كان طرف مهم غائب عن هذا الحوار؟ تحية لك سيدتي الفاضلة ولضيوفك الكرام جميع متابعي قناة الأيام الفضائية. بالحقيقة الاجتماع الذي انعقد يوم أمس كان هنالك يعني بادرة انفراج في التصعيد الحاصل بين الأخوين المتخاصمين الإطار والتيار، وأعتقد بأنه التيار كان حاضر في هذا المؤتمر لأنه حلفاء السيد مقتدر الصدر كانوا موجودين في المؤتمر، ولكني أعتقد مخرجات المؤتمر لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك يعني الوضع في العراق متأزم والمواطن متوجس لأنه استغل جهات خارجية هذا الاختلاف وتقوم بإشعال نار فتنة ما بين الأخوين وتجر الشيعة لحرب لا تبقي ولا تذر. نحن ندعو كل الأطراف إلى يعني إلى تهدئة الأعصاب والعودة إلى أو الجلوس إلى طاولة الحوار وتبادل وجهات النظر من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع. أنا أعتقد أنه الإطار وافق مبدئيا على موضوع حل البرلمان، ولكن حسب الآليات الدستورية حتى نبقى يعني نمارس السياسة في ظل نظام برلماني ديمقراطي، والديمقراطية تعني الحوار المباشر، ولذلك بما أنه نحن دولة برلمانية ولدينا دستور فيجب على كل الأطراف أن تلتزم بهذا الدستور من أجل تعتقد تكون هناك محاولات أخرى للسيد رئيس الوزراء في اجتماع آخر باعتبار هذا الاجتماع؟ شكر السيد الصدر، قال له شكرا أنت سويت اللي عليك، لكن مخرجات الاجتماع مو تمام، يعني ما احنا ما راضين على هذه المخرجات. تعتقد أن رئيس الوزراء يكون له اجتماع آخر بصيغة أخرى؟ سواء كان رئيس الوزراء أو أي شخص آخر لابد من همزة وصل ما بين التيار والإطار، لأنه الوضع متأزم والمواطن العراقي بصراحة عانى الأمرين من موضوع الشلل، وخاصة الشلل بالمنظومة التشريعية. كلنا كنا نأمل بأنه تتشكل حكومة خدمات تقدم للمواطن العراقي ما كان يعني يستحقه من المنظومة السياسية، وأعتقد أنه المحاولات سوف تبقى مستمرة ولا بد أن تأتي بنتيجة إيجابية، لأنه هذا الوضع وهذه الفوضى لن تخدم أي طرف من الأطراف. وعليه أنا أعتقد أنه محاولة السيد العامري سوف تأتي بنتيجة إيجابية في القريب العاجل، ولا بد على السيد مقتدى الصدر أن يرضخ لصوت الحكمة والعقل والمنطق، وإذا فعلا كان يريد يعني للمواطن العراقي وللشعب العراقي. هو تابعت لنا سيد سعد، تابعت زيارة السيد العامري إلى الحنانة، ممكن يعني أي نوع من النتائج تخرج لنا هذه الزيارة؟ أنا أعتقد أنه كما أن هنالك اختلاف وجهات النظر، والسيد العامري لديه مقبولية عند السيد مقتدى الصدر، وكذلك يوم أمس حينما وافق حلفاء السيد الصدر على البيان الختامي، فأعتقد أنه هذه الخطوة خطوة إيجابية من أجل تقريب وجهات النظر، فإن عاجلا أو آجلا سوف يعني تكون هنالك نقطة التقاء ما بين الطرفين، وأعتقد بأنه سوف يعني السيد مقتدى الصدر سوف يحترم يعني الوسائل الدستورية الشرعية، وسوف يقبل بإقامة عقد جلسة برلمان من أجل تشكيل يعني انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة. هذه الحكومة سوف تكون لديها واجبات، يعني هيك الإطار سيد سعد تعتقد يعني بهذه الطريقة الإطار وراء كل هذه المحاولات والحوارات ومحاولات الصلح مع السيد الصدر والمبادرات وورق المقترحات اللي انطرحت، وتعتقد انه الاطار بعد كل هذه الاشكاليه وكل هذه
الوقت اللي احنا استنزف من عندنا ممكن انه يذهب الاطار الى المضي بعقد جلسه وتشكيل حكومه يعني بعد كل اللي صار؟ انا اعتقد بما انه كل الاطراف متفقه على حل البرلمان، فحل البرلمان لا ياتي الا عبر الاطر الدستوريه، وهذا يعني انه يجب ان يكون حل البرلمان من داخل قبه البرلمان، ونعلم جيدا اذا تم حل البرلمان لابد من يعني قدم هذا الموضوع الى رئيس الجمهوريه او الى رئيس البرلمان باغلبيه الثلثين، اذا لابد من عقد جلسه، واذا كنا نريد ان نهيئ لانتخابات جديده فهذا الموضوع بحاجه الى اقرار ميزانيه وميزانيه طوارئ من اجل اقامه الانتخابات، بما انه الحكومه حاليا حكومه تصريف اعمال هي ليست لا تمتلك صلاحيات من اجل يعني المصادقه على الميزانيه او ميزانيه الطوارئ، هذا يعني انه فيجب انتخاب رئيس جمهوريه وكذلك رئيس جمهوريه سوف يكون. شنو برايك خطوات التيار القادمه؟ راح تبقى خيارات خطوات التيار مرهونه بما سيقوم الاطار من خطوات، ام انه سيتخذ خطوات يعني بعيدا عن اي خطوه يقدمها الاطار؟ انا اعتقد في نهايه المطاف السيد مقتدى الصدر هو يعني رئيس لتيار مهم في البنك الشيعي، واعتقد انه يعني السيد مقتدى الصدر يريد ان يقدم للشعب العراقي الموضوع حاليا قد يكون خلاف ما بين الاخوه الشيعه، ولكن بقيه مكونات الشعب العراقي تنتظر من السيد مقتدى الصدر ومن بيت الشيعي ان يتم الوصول الى حل هذه المشكله حتى تسير الامور، نعلم جيدا بانه العراق حاليا لا يمتلك حكومه كامله الاهليه وهذا يضر بالمواطن العراقي. نحن بحاجة إلى حكومة أيضا من أجل يعني تقديم ميزانية 2023، وأيضا بما أنه كل الأطراف قد اتفقت على أنه تكون هناك انتخابات مبكرة فلا بد أن تكون هنالك حكومة، وبما أنه الإطار التنسيقي يرفض أو استمرار السيد الكاظمي بحكومة تصريف الأعمال للاستمرار لسنة قادمة، إذا ما الضير أن يتم اتخاذ رئيس حكومة جديد يعني يرضي كل الأطراف وسوف يكون مقبول من قبل السيد مقتدى الصدر. طيب باختصار يعني هذا يعني ممكن أنه الإطار يطرح اسم غير السيد السوداني إذا ما ذهبت الحوارات بهذا الشكل، يعني استبعاد حكومة الكاظمي لكن طرح مرشح آخر، هل سيستجيب الإطار يعني تغيير مرشحه؟ انا اعتقد انه اذا ما يعني وافق السيد مقتدى الصدر على يعني عقد جلسه البرلمان لربما سوف يعني يتنازل الاطار ويسحب ترشيح السيد محمد شياع السوداني ويتم ترشيح شخص اخر حتى من خارج الاطار من اجل ارضاء السيد مقتدى الصدر ونزع فتيل الازمه. شكرا لك سيد سعد الزبيدي، كنت معنا عبر الهاتف من ساحة الاعتصام، جزيل الشكر لجنابك أستاذ سعد، وعودة إليك أستاذ مؤيد. والله ما أدري من إحنا توقفنا من زيارة السيد الحكيم مو تمام للسعودية، يعني أبعاد هذه الزيارة أهدافها بهذا التوقيت، السيد الحكيم يتحدث يقول له هذه الزيارة أصلا ما لها علاقة بالأوضاع الحالية، يعني عندي دعوة قبل 7 مرات وجهوا لي دعوة كذا تحدث السيد الحكيم، وحضرتك ربطت الزيارة لا بالأوضاع الحالية، ممكن تكون هناك مشاركة للدول الإقليمية بحال الأزمة في العراق، كيف تكون هذه المشاركة؟ يعني اليوم كل دول العالم ليست هناك دولة تتحرك بمفردها، الدول تتحرك اليوم ككتلة من خلال تحالفات معينة من خلال مصالح معينة تحكم تلك الدول، حدود مشتركة. السيد الحكيم فعلا له علاقات باعتبار يعني عائلة الحكيم لها علاقات وامتدادات تاريخية كبيرة جدا ولها بعد جهادي و كبير جدا، دائما نرى السيد الحكيم ينتقل الى الكويت الى بعض الدول الخليجيه، الجمهوريه الاسلاميه غيرها،
اعتقد انه وان كان زياره خاصه او دعوه من السعوديه لكنها لا استبعد يعني يستثمرها السيد الحاكم بالتاكيد يستثمرها ممكن يعني يتحدث بهذه الصيغه هيك تتحدثون بالاعلام يقولون ممكن انه يتحدث السيد الحاكم مع السعوديه يعني هذا السيد الصدر باعتبار يعني داعمين انتم لهذه هذا الطرف وتعبين الكاظمي خلي تكون هناك يعني توازن اعتقد انه يعني هو الطرح يجب ان يكون بهذا الشيء اولا حفظ وحدة وسيادة العراق عدم التدخل بالشأن السياسي في محاولة تغليب جهة على جهة أخرى خلافات التي تحاول إذكائها يعني السعودية واضحا كان لها دور كبير جدا في محاولات إذكاء الخلاف بين أطراف البيت السياسي الشيعي لا ننسى 5000 انتحاري انغماسي من السعودية أرسلت لدينا تحت يعني تنظيمات القاعدة وبعدها داعش أنا أعتقد أن هذه الزيارة في هذا التوقيت يعني لا يمكن ألا تتطرق إلى هذه المواضيع السياسية اليوم السعودية أيضا لها خطوط من خلال يعني التوسط الكاظم بين السعودية والجمهورية الإسلامية السعودية تريد ضمانات لكيف تتعامل الحكومة العراقية مستقبلا سياسيا مع الجانب السعودي في ظل التوتر السياسي والاجتماعي الشعبي الكبير ضد السعودية وتوجهات التكفيرية السعودية اليوم تحاول بشكل أو آخر تغيير نوعا ما من سياستها مع الدول الأخرى لكنها تكابر نوعا ما فإن كانت هذه الزيارة خاصة يقينا سوف تتطرق إلى هذه الأمور وإن لم تحمل عنوان الأزمة السياسية الحالية وحملت أنه زيارة خاصة بين السيد الحكيم والجانب السعودي لكنها يقينا سوف تتطرق إلى هذه المشاكل المهمة جدا لأنها مشاكل لا تخص فقط البيت السياسي الشيعي ولا تخص العراق بشكل عام إنما تخص حتى دول الجوار لأن هذه الدول لها مصالح ولها توازنات أيضا تريد أن تحافظ عليها ليس فقط السعودية ممكن أن تتدخل الجمهورية الإسلامية قد تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر باعتبار أن الجمهورية الإسلامية كانت أيضا هي سندا واضحا للعملية السياسية وطالما صرح مسؤوليها بأنه أي تعرض للعراق لخطر سواء كان أمني أو عسكري وتدخلوا في العراق في داعش وأيضا الحفاظ على التجربة الديمقراطية السياسية الناشئة في العراق لأن أمن العراق يهم أمن الجمهورية أمن الكويت أمن السعودية أمن الأردن وسط هذه الفوضى خلينا نسميها فوضى يعني في واقع الفوضى السياسية فوضى وانسداد تعتقد أنه الإطار يرفع شعار لا شيء يعلو فوق الشرعية ويذهب لعقد جلسة لتشكيل الحكومة إذا ما تعثرت الحوارات مع التيار أعتقد وحد الآن ثابت الإطار وماشي بهذا الطريق وهذا المسلك منذ نتائج الانتخابات لحد هذا اليوم لأن الإطار التنسيقي إن ذهب بأي خطوات غير دستورية وغير شرعية تحت الدستور وتحت الآليات القانونية بالتالي أيضا يكون سببا في وضع العراق وأمن العراق ومستقبل العراق السياسي على مهب الريح لذلك أنا أعتقد بصراحة أتفق مع الضيف في نقطة مهمة جدا أنه الاجتماع اليوم يعني اجتماع يوم أمس سوف يكون يعني إضافة إلى مبادرة السيد العامري وذهابه إلى كردستان والتقاه مع مسعود برزاني وأيضا كان هناك بعدها اتصال هادف بين مسعود والسيد مقتدى الصدر أعتقد الأزمة في طريقها للحل السيد مقتدى الصدر لم يعد له يعني جهات سياسية تحالف معه لا الأكراد ولا السنة وهؤلاء يفكرون بمصلحتهم وبالتالي قد يقال أنا لست متأكد من هذه المعلومة أن السيد الحلبوسي في الاجتماع قال أن هذا الأمر يعني ما زال يفكر بهذه العقلية التي لا تحمل روح وطنية أن ما يجري اليوم في الشارع هو خلاف شيعي شيعي والسنة ليست لهم علاقة يعني شنو؟ يعني كأنما أنا يعني الكرد والسنة ممكن يلتحقون بالإطار بنهاية المطاف يقينا يبحثون عن مصالحهم هؤلاء لا تتوقعين يعني سيد زينة ولا يتوقع أي مشاهد أنه اليوم الكرد جميعهم والسنة جميعهم يذهبون إلى المعارضة أو يخرجون من العملية السياسية هم يفكرون بمصالحهم ومكتسباتهم الشخصية أو حتى تكون لبعض المقربين منهم في مناطقهم الغربية والمنطقة الصينية أو الكردية لكن لا ننسى اليوم ما يتعرضه أبناء الشعب الكردي حتى محاولات الإبداء الرأي قمعت التظاهرات قبل أيام بشكل وحشي لذلك بصراحة لم نمثل بيس السياسي الشيعي تقع بالدرجة الأساس على السيد مقتدى الصدر الإطار التنسيقي ما زال يمد يد العون لا ننسى أن هناك جهات داخلية أو خارجية أو بعثية تريد أن تجر البلد إلى الفوضى صح كما قلنا بداية الحديث جهات دولية أو متحدة تريد الاستقرار في ظل هذه الظروف لكن لا ننسى الأطراف والأعداء الآخرين نقطة مهمة جدا أنا أتوقع أن يكون هناك توافق حول مطالب معينة قد تستمر إلى نهاية هذا الشهر يكون توافق على أن يعني تعقد جلسة ويتم انتخاب رئيس جمهورية تبقى مشكلة رئيس الحكومة السيد السوداني أم احتراض التيار الصدري على شخص السيد يعني محمد الشيعي السوداني لا أتوقع أنه احتراض التيار الصدري على شخص محمد الشيعي السوداني إنما من يمثل أنا أعتقد أنه عدم تكليف محمد الشيعي السوداني
خسارة للعراق في هذه الفترة. أولا شخصية متزنة لم تؤشر عليها مؤشرات فساد إدارية بس يقتنع كبيرة. التيار يقتنع يعني هو هذا طبيعة المفاوض الناجح التي أنا أعتقد أنه سوف يكون للسيد العامري والجهات الأخرى الضامنة يعني دور مهم في التحرك المباشر مع السيد مقتدى صدر. البقاء في طور التغريدات والبيانات لا يخدم أبناء الشعب العراقي ولا يحل المشكلة. سيد مؤيد العلي عضو شبكة الهدف في التحليل السياسي كنت ضيفنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. حياكم الله. شكرا. شدينا ختام القول وسلط لنا الأضواء على الاجتماع لوجدنا أهم تأكيد تمحور عليه تعلق بإيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي وضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدا عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن، كما ناشد وسائل الإعلام والنخب دعم مسار الحوار الوطني والسلم الاجتماعي بما يخدم مصالح الشعب العراقي. ليبقى الخطاب هذا يخص إلى من يخصه الأمر. إلى اللقاء.